أول حزب استقلال يعني اخترته نظرا لأولا ماشي اخترته يعني رجعت ليه لأنه دوزت فيه واحد المدة ديال 1997 لمدة 6 سنوات لما كانوا فيه يعني واحد رجال وأكفاء وبرلمانيين وأطر حزبية كبيرة. وكانت منين خرجت منه عاوتاني جربت أحزاب أخرى والحمد لله رغم أنني ما عمرني اختلف ما عمرني وقع لي شي مشكل مع شي حزب. ودابا فاش جا السيد الامين العام تلاقيت معاه السي نزار بركه انا الصراحه ارتحت ليه لانه يعني رجل مثقف ورجل وطني وعنده تجربه كبيره. إن انا هذا هو علاش رجعت لحزب الاستقلال لانه انا تنشوف الشخص اللي يمكن انه يكون لي الشرف انني يمثلني مثلا يكون مثقف يعني واعي عنده مسؤوليه يعني عنده تجربه. هذا هو علاش اخترت حزب الاستقلال. سي الحاج الانتخابات نتاع 2021 ماذا يميز عن الانتخابات السابقه؟ ويعني الانتخابات ديال 2020 ما يميزها مازال ما باينش لانه خصنا نشوفوا النتيجه لانه اولا جات في واحد الزمان ديال اللي هو زمان صعيب. انا اخاف من ان تكون يعني اكفس من الانتخابات المقبله فيما يخص يعني المشاركه. اما التغيير فهو اكيد غادي يكون لانه المغاربه الحمد لله اليوم يا دوزوا 12 عام ديال هذه الحكومه وكلهم اغلبيه المغاربه انه عرفوا ان الحكومه الحاليه ما دارت والو ولا جل البرلمانيين راه ما عادش يرجعوا لانه المواطن جربهم وخبرهم وعرفهم اش داروا ليه. اللي يخدم مع المواطنين فعاد يلقى المواطنين واللي ما خدمش مع المواطنين فراه المواطن اللي مولاو عاه في الجامعات القرويه كاع ولاو تيعرفوا شكون اللي معاهم شكون اللي ما معاهم. اما باش تكون انك برلماني وتجي على 6 سنين ما يشوفوكش الناس وتعاود ترجع عندهم او لا تدوز المره الاولى والمره الثانيه اكيد انهم راه عادي 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 يصفوا معك يديروا معك تصفيات الحسابات. ولهذا انا اؤمن ان شاء الله واتمنى على الله ان يكون التغيير لان هذه الحكومه فهي حكومه بكل المقاييس وبالاقصى